تبادل التقنية. تبادل التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواد تبادل التقنية إيشانج تاك، معكم محمد أمين من الجزائر العاصمة. نواصل شرحنا لتطبيق فون إسلام، وسنتكلم اليوم عن الأدوات الموجودة في هذا التطبيق. سنقوم بشرح أدتين بإذن الله تعالى. نذهب مباشرة إلى التطبيق. حفظ الفيديو فون إسلام أدوات. أنتت. نحن الآن في الأدوات. نبدأ بأول أداة. منبه أشر واتساب أنقرة ودردش بدء محادثة مع أشخاص دون وجود أرقام هواتفهم وبدون حفظها في جهات الاتصال. نبدأ بهذه الأداة. Champ de texte. Champ de texte. Modification court. 0550-21-20-93. Mode caractère. Point d'insertion à la fin. الآن قمت بلصق رقم الهاتف الخاص بي، وسأذهب للتواصل مع هذا الرقم عن طريق الواتساب. للتذكير فقط، حتى يكون يعني تتم العملية هذه بطريقة جيدة، من المستحسن أن تكون لوحة المفاتيح بالفرنسية أو بالإنجليزية. مسح النص. بوتون. أرسل الرسالة. بوتون. نقوم بالسحب من اليمين إلى اليسار حتى نجد أرسل رسالة. نقوم بالضغط عليها مرتين. Avertissement. تنفتح لنا هذه الواجهة الخاصة بالواتساب. Saisissez un message. Champ de texte. Modification en cours. Point d'insertion au début. نكتب رسالة. Point d'insertion à la fin. B. B. G. Gaston. F. D. S. S. D. E. Z. A. A. K. L. L. Z. A. A. K. L. M. M. ونقوم بإرسالها. سلامي. بريديك سلام. انفويي. بوتون. انفويي. ميساج فوكال. بوتون. سيزيسي ان كاميرا. ستيكي. بارتاجي فيشي. بار دو ديفيلمون فيرتيكال. فوتر ميساج. سلام. 10 23 لو بار لو ديستيناتير. هذه هي الرسالة. وهذا هو وهذه هي جهة الاتصال الخاصة بي. 1 محمد امين ان لين ان تيت. كما لاحظتم تم الاتصال بالرقم دون كتابة جهة الاتصال. هذه أول خاصية. نعود للتطبيق. فون إسلام. Champ de texte. Modification en cours. 0550. مسح النص. بوتون. لدينا هنا كذلك مسح النص، يعني إذا ضغطنا عليها يتم مسح الرقم. مسح النص. أرسل الرسالة. 3. وهذه 2. لوحة المفاتيح. 3. Drapeau de l'Algérie. مشاركة إغلاق. بوتون. مشاركة الرابط فوريا للقم. بوتون. Drapeau de l'Algérie. بوتون. في هذه الخانة تسمح لك باختيار البلد الذي تريد التواصل معه. يعني تضغط هنا تجد قائمة البلدان، تختار البلد ثم تكتب رقم الهاتف فقط. مشاركة الرابط فوريا للقم. بوتون. أما هذه الخانة فهي تمنحك فرصة إنشاء رابط للرقم الذي تواصلت معه حتى تتمكن مرة أخرى من التواصل معه عن طريق هذا الرابط. نرى العملية. Avertissement. ضع رقم هاتفك وسوف تتمكن من مشاركة الرابط. عند الضغط عليه يتم التواصل معك على تطبيق واتساب مباشرة. ضع رقم حسنا. حسنا. ضع رقم هاتفك حسنا. بوتون. Champ de texte. Champ de texte. Modification. Point d'insertion à la fin. يعني قمت بمسح رقم الهاتف. أعيد لصقه. لصق. Commande de. صفر. Drapeau de l'Algérie. مشاركة الرابط. إغلاق. مشاركة الرابط فوري. مشاركة. إغلاق. بوتون. تواصل مع. Airdrop. الرسائل. البريد. بوتون. كما لاحظتم انفتحت لنا مباشرة نافذة التطبيقات التي يمكن تقاسم هذا الرابط معها. واتساب. بوتون. ننقر على الواتساب. Rechercher. Champ de recherche. Annuler. Fréquent. كتاب. سي. سامي. مجموع. Discussion. Vous. Bouton. نضغط على جهة الاتصال الخاصة بي. Sélectionner. Vous. Suivant. Bouton. A. Vous. Champ de texte. Modifie. A. Vous. Envoyer.
بوتون. نقوم بالإرسال. شان دو تكست. موديفيكاسيون كور. 0550. تمت العملية بنجاح. نذهب لنرى الرابط. واب. Saisissez un message. Champ de caméra. Sticker partagé. Barre de défilement vite transféré. Book. HTTP. Barre oblique. Votre message. تواصل معي على واتساب. HTTP. Barre oblique. Barre oblique quoi. Barre oblique. 213,550,212,093,10,26. Vu par le destinataire. كما لاحظتم هذا هو الرابط. HTTP. Votre message. Salam. نذهب الآن لنرى خاصية أخرى. فون إسلام. Champ de texte. Maudit. Drapeau de l'Algérie. بوتون مشاركة إغلاق بوتون. نغلق هذه النافذة. أدوات. أنتت. نذهب إلى الخاصية الثانية. هنا واتساب حفظ الفي مصنع تحويل قص الفيديو نص الأفضل في نص إلى صوت هول نص مكتوب إلى ملف صوتي يمكنك حفظه أو مشاركته أو استخدامه في فيديوهاتك نص إلى صوت. هذه الخاصية تمنحنا فرصة تحويل النص إلى مادة صوتية. نتصفح ما يوجد داخل هذه الخاصية. إغلاق تغيير أو إيقاف الصوت بوتون. هذا الزر يسمح لنا بقراءة النص عند وضعه في حقل النص. تحويل الصوت إلى ملف بوتون. هذا الزر هو الذي يسمح لنا بتحويل النص إلى مادة صوتية. مشاركة النص بوتون. هذا الزر يسمح لنا بمشاركة النص مع باقي التطبيقات. حكمة جديدة بوتون. هذا زر يمنحك بالضغط عليه كل مرة ينبثق في حقل النص حكمة جديدة. مسح المحتوى بوتون. هذا الزر يمنحك فرصة مسح ما يوجد في حقل النص. بطيء 50% ajustable. أما هذا فهو خاصية تسريع وتبطيء القراءة. سريع. هناك عظمة ما في أن نغادر المكان ونحن في قمة نجاحنا. إنه الفرق بين عامة الناس ورجال الاستثنائيين. أحلام مستغانمي. شو دو تكست. هذا حقل النص الموجود لدينا وفيه الحكمة كما قلت لكم. نقوم بمسح سريع بطيء الكتابة. مسح المحتوى بوتون. مسح المحتوى. نذهب لإحضار نص من الواتساب. واب سيز كاميرا بوتون 1 بوتون دو رتور 1 بوتون دو رتور موديفيه ديسكوس نوف روش ديس لي نوفو محمد امين كتابي سر نجاحي 6 votre message directeur général de la haute votre message المدير العام لمؤسسه موانئ الجزائر. نقوم باخذ هذه الماده المكتوبه. important répond transférer copier. قمنا بعمليه النسخ. ضع النص هو فون إسلام نص إلى صوت إغلاق تغيير أو تحويل الصوت إلى ملف. نذهب إلى حقل النص. حكمة مسح المبطيء 50 سريع. ضع النص هنا. شان دو تكست. نقوم بوضع النص في حقل النص وذلك بالطرق العادية إما باستعمال الدوار إما بالطريقة التقليدية وهي الضغط ضغطتين أولا لفتح مجال حقل النص ثم ضغط مرتين مرة أخرى الأولى يعني عادية والثانية مطولة حتى ينبثق لنا نافذة اللصق. أنا سأستعمل الطريقة التقليدية. ضع النص هنا. Champ de texte. Modification cours. Point d'insertion à la fin. لصق. Commande de menu. Deux points. Deux. قمنا بلصق المادة المكتوبة. سريع. 50% ajustable. ملاحظة فقط يعتمد تحويل النص إلى مادة صوتية حسب أولا طول المادة المكتوبة وثانيا حسب سرعة القراءة التي نختارها. يعني كلما سرعنا في القراءة كان التحويل أسرع كلما بطأنا في القراءة كان التحويل أبطأ. يعني للتجربة نقوم باختيار نسبة 70%. بطيء سريع. 50% 60% 70% 70% بطيء. مسح الحكمة مشاركة تحويل الصوت تغيير أو إيقاف الصوت بوتون. نقوم بقراءة المادة. تغيير أو إيقاف الصوت الجزائر من الصعب الحديث على نشاط موسم الصيف لهذا العام 12 من يوليو 2020. وأضاف محمد العربي باعتبار أن الجزائر مرتبطة بقوة بهذا الاقتصاد فقد تغيير أو إيقاف الصوت. بالضغط مرة أخرى على نفس الزر يتوقف القراءة ثم نقوم الآن ب تحويل النص إلى مادة صوتية.
مسح المحتوى. حكمة جديدة. مشاركة النص. تحويل الصوت إلى ملف. بوتون. تحويل الصوت إلى ملف. قيد التقدم. ضغطنا ونحن ننتظر الآن. سوف يأخذ الوقت حوالي 50 ثانية أو أقل بقليل. ذلك ليتمكن التطبيق من تحويل الكتابة إلى مادة صوتية. وكأنه حسب ما فهمت من التطبيق كأنه تتم القراءة يعني في خلفية التطبيق ويتم التسجيل، فكلما كانت القراءة بنفس السرعة كان التسجيل بنفس الوقت. تم التحويل إلى مادة صوتية وانبثقت لدينا نافذة المشاركة مباشرة. أوديو إيردروب. أوديو تسجيل صوتي بوينت ميديان 129 أنتت. هذه هي المادة. إيردروب الرسائل البريد واتساب بوتون. نختار واتساب. ريشيرشي شان دو ريشيرش انولي فريكامون كتاب أدميني سامية مجموعة ديسكوسيون ريس فو بو كتابي سير نجاحي 6 participant vous bouton sélectionné كتابي سير نجاحي suivant bouton نرسل menu assistive touch web retour كتابي سير نجاحي envoyer bouton نقوم بالإرسال. envoyer estompé نصل إلى صوت. تم الإرسال بنجاح. نذهب إلى الواتساب. ديلينك واب ديلينك 3 سور saisissez un message caméra partage barre de défilement verte votre message vocal durée 31 secondes 10 32 envoyer position نستمع الآن إلى المادة. المدير العام لمؤسسة موانئ الجزائر من الصعب الحديث على نشاط موسم الصيف لهذا العام 12 يوليو 2020. وأضاف محمد العربي باعتبار أن الجزائر مرتبطة بقوة به ذلك الاقتصاد فقد تأثرت كثيرا به هذه الأزمة، واعتبر ذات المتحدث أن الثلاثي الأول من 2020 كان له تأثير سلبي على نشاط المؤسسة. وأشار محمد العربي إلى أنه على الرغم من هذا الوضع لم تتوقف مؤسسة موانئ الجزائر عن أنشطتها منذ ظهور الوباء، كما طمأن العربي بأن الشركة لا تزال مجندة أكثر من أي وقت مضى في مواجهة هذا الوضع غير المسبوق، وأنها قادرة على مواصلة مسار والاستجابة لطلب الزبائن. ويعتقد ذات المسؤول أنه من الصعب الحديث على نشاط موسم الصيف لهذا العام طالما أن مسألة إعادة فتح الخطوط البحرية المنظمة لا زالت لم تتضح بعد. كما لاحظتم يعني هذا السرعة وهذا التسجيل وتمت العملية بنجاح. الآن سنحاول أخذ نص آخر، واخترت هذه المرة نص باللغة الإسبانية. Votre message, 7 barres obliques d'août. Votre message, directeur général de la autoridad de Puerto de Argelia, edificio de l'Arsop. هذا هو النص، نقوم بنسخه. Important, répond, transcrire, copier. نذهب إلى التطبيق. فون إسلام. نصل إلى صوت. إغلاق. تغييل. إغلاق. بوتون. أدوات. منبه. واتس. حفظ الفيد. مصنع ال. تحويل الفيد. قص الفيديو. نصل إلى صوت. هوي. نصل إلى صوت. إغلاق. تغييل أو تحويل الصوت. مشاركة. حكمة جديد. مسح المحتوى. نقوم بمسح الشيء الموجود في حقل النص. مسح المحتوى. بطيء. 50 بورت سريع. ضع النص هنا. شان دو تيكست. ضع النص هنا. بوينت انسيرسيون على فان. نقوم بلصق ما نسخناه من الواتساب. لصق. كوموند دو منو. ديريكتور جينرال دو لا اوتوريداد دو. سريع. 50 بورت. بطيء. 50% اجستابل. نضع السرعة على 60%. 60% بطيء. مسح المحتوى. حكمة جديدة. مشاركة النص. تحويل الصوت. تغييل او ايقاف الصوت. بوتون. تحويل الصوت إلى ملف. نقوم بتحويل النص إلى ملف. تحويل الصوت إلى ملف. نص إلى صوت. إغلاق. قيد التقدم. يعني تتم العملية تقريبا في نفس الوقت أو ربما أكثر بقليل بثواني، ذلك لأنه السرعة كما لاحظتم كانت 60% عكس ما اخترنا في اللغة العربية 70%. يعني كلما تغيرت سرعة القراءة كلما ازداد أو نقص الوقت. يعني هناك عدة ميزات في هذه الخاصية. تمت العملية. أوديو. إيردروب. الرسائل. البريد. واتساب. بوتون. نقوم بالمشاركة عبر الواتساب. ريشيرشي. أنولي. فريكام. كتاب. أدمينيست. كتابي سير نجاح. سيليكسيوني. كتابي سير نجاح. سويفون. بوتون. نرسل. منيو أسيستيف تاتش. واب. تايل دو فيشيي. 128 كو دوري. Envoyer. Bouton. Envoyer. Estomper. Progression. نصل إلى صوت.
تمت العملية بنجاح. نذهب للاستماع إلى المادة الصوتية. Votre message WAP 2. Bouton de retour. Saisissez une caméra partagée. Barre de défilement verte. Votre message vocal. Durée 29 secondes. 10, 35. Envoyé. Position actuelle 0 secondes de 29 secondes. Action disponible. نستمع الآن إلى المادة. Director General de la Autoridad de Puertos de Argelia. Es difícil hablar sobre la actividad de la temporada de este verano. 7 de diciembre de 2020. Mohamed Alarabi agregó, como Argelia está estrechamente vinculada a esta economía, se ha visto muy afectada por esta crisis. El mismo portavoz consideró que el primer trío de 2020 tuvo un impacto negativo en la actividad de la institución. Mohamed Alarabi señaló que, a pesar de esta situación, la Autoridad de Puertos de Argelia no ha detenido sus actividades desde el estallido de la epidemia. También aseguró Alarabi que la compañía todavía está reclutando más que nunca ante esta situación sin precedentes, y que puede continuar el curso y responder a la demanda de los clientes. El mismo funcionario cree que es difícil hablar sobre la actividad de la temporada de este verano, siempre y cuando el tema de la reapertura de las líneas marítimas regulares no esté claro. كما لاحظتم تم التحويل بنجاح إلى اللغة الإسبانية. الملاحظ في هذا التطبيق هو التعرف التلقائي على اللغات، يعني بدون أن تختار أنت اللغة التي أحضرت النص بها، هو يتعرف تلقائيا على اللغات. والأصوات هي الأصوات المتوفرة، كلها أصوات نسوية، يعني لا يمكن تغيير الأصوات. كذلك الملاحظ في هذا التطبيق والمذهل فيه هو عدم حد، يعني وضع حد للنصوص أو لعدد حروف النصوص. قمت بتجربتين، أخذت نصين، نص إنجليزي ونص عربي. النصين عدد حروفهم تجاوز 63 ألف حرف، يعني ما يقارب 63,400 وما يزيد. وقمت بتحويلها. النص الإنجليزي وضعت سرعة القراءة 60%، تحصلت على مادة صوتية مدتها 47 دقيقة. أما النص العربي وضعت سرعة القراءة 80%، وتحصلت على نص مادة صوتية مدتها 27 دقيقة. وسنذهب يعني أريكم المادتين الصوتيتين. 2 بوتون دو رتور 2 بوتون دو رتور موديفيه ديسك نو ريشيت ديسك ليست نوفو محمد امين محمد امين votre message fermez le menu contextuel fermez le menu contextuel كتابي سير نجاحي 6 محمد امين votre sélectionnez محمد Votre message, dit évidence base à ta buve, saisissez un message, caméra, partagez, accédez au message, barre de défilement verte, transférez, http, votre message, salam, votre message vocal, appuyez deux fois pour ouvrir. Votre message, dit évidence base à ta buve, nutritional, triat for minimizing COVID-19 fatality and more. هذا هو النص الإنجليزي. Appuyez deux fois pour ouvrir votre message vocal, durée 47 minutes et 15 secondes, 12 juillet 9h26, vu par le destinataire. Position actuelle 0 secondes de 47 minutes et 15 secondes. هذه هي المادة المتحصل عليها. The evidence-based tailored nutritional treatment for minimizing COVID-19 fatalities and morbidity and eradicating COVID-19 pandemic. A novel approach for better outcomes. A treatment protocol. Menu protocol Salah Mohamed El Said, Hamdi H. Almaramji, Yasmin Talal Al-Jevani, Ahmed M. Akasha, Maryam E. Al-Anzi, Mansour Barakat. كما لاحظتم تحول النص المكتوب إلى مادة صوتية منطوقة بالإنجليزية، أما الخاصة بالعربية فهي كانت عبارة عن فصل من رواية. المشكلة أن بدايتها كانت تحتوي على كلمات عربية وكلمات إنجليزية. أردت أن أجرب هل يتم التعرف والدمج بين اللغتين، لكن الملاحظ أنه يقرأ فقط باللغة الأساسية. سنستمع الآن إلى المادة. تغليف دان بلواندن برون مراجعة وتحرير مركز التعليم والبرمجة. يضم هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنجليزي إنفز لمن حقوق الترجمة العربية ملخص بها قانونيا من المؤلف دان بران بمقابلة اتفاق الخط الواقع بينه وبين الدار العربية لعلومة كوبريت علامة حقوق الملكية 2000 بايدن برنام الرايت سيزر في أنكيو دون الرايت طويل بروس إسبو كوربرسن زكريتي من فرموت صفر لذا كوبريت علامة حقوق الملكية 2005 بايدن سين في خطب بليسرز الطبعة الأولى 1400. كما سمعتم مادتين صوتيتين، الأولى 47 دقيقة والثانية 27 دقيقة، وعدد الحروف في المادتين يتجاوز 63 ألف حرف، يعني 63 ألف و400 حرف، يعني شيء رائع رائع. يعني كل التطبيقات اللي لاحظتها سواء text to speech يعطيك فرصة 5000 حرف لا يتجاوز، speak for me يعطي speak 80
يعطيك حرية 2000 حرف. هذا التطبيق إلى الآن وصلت به إلى 63,400 وربما يكون أكثر. إخواني أشكركم على المتابعة، أتمنى أن قد وفقت في شرح هاتين الخاصيتين، ونلتقي بإذن الله تعالى في خصائص أخرى مع هذا التطبيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبادل التقنية. إشانج تك.